طبعاً كما تظهر لنا رتل آخر من الجيش السوري بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي ستتجه إلى الشريط الحدودي من مدينة ديريك، وستنتشر من مدينة ديريك باتجاه عين ديوار. يعني انتشار الجيش السوري لا يزال مستمراً على الشريط الحدودي السوري التركي وعلى خطوط التماس مع تركيا، أيضاً بالتزامن مع انتشار الجيش كانت هناك جولة سادسة للدوريات الروسية التركية المشتركة في منطقة درباسية. الجولة أيضاً الدوريات التركية لاقت موجة من الغضب من قبل الأهالي الذين واجهوا المدرعات التركية والجنود الأتراك بالحجارة والخضروات الفاسدة والأحذية. طبعاً الجولة السادسة كانت سرية بشكل تام. طبعاً كان هناك أيضاً تحليق للطيران التركي بالتزامن مع المدرعات والتركية الروسية التي قامت بجولة سادسة في منطقة درباسية. بالتزامن مع كل ذلك هناك اشتباكات عنيفة تخوضها قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري مع الفصائل المسلحة والجيش التركي.